هي خطورة انتشار المخدرات اللي شفناها بقت في أكتر من مكان في وطننا الحبيب. تمام، الحقيقة إن امبارح فعلا كان حفل تخريج أول دفعة من الدبلومة المهنية لعلاج الإدمان. تمام. بالتعاون ما بين جامعة القاهرة وما بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. تم تخريج 20 طالب وطالبة كوادر مؤهلة للتعامل مع ظاهرة الإدمان. تمام. سواء من ناحية الوقاية أو من المنظور العلاجي، وده طبعا زي ما حضرتك قلت كده لأهمية الظاهرة والمدى انتشارها دلوقتي ومعانا بدورنا في العملية العلاجية. تمام. طيب شايفة حضرتك دلوقتي إيه هي أهم الملامح اللي هيبدأ يشتغل عليها هذا الطالب لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة إن إحنا النسبة في مصر أو عدت الفترة اللي فاتت نسبة عدت بقت كبيرة جدا في هذه الظاهرة وانتشارها في وسط شبابنا. يمكن سيادة الرئيس الفترة اللي فاتت بدأ يوجه كل خطاباته للشباب، وشايفين إن ده جزء من المجتمع لا يتجزأ، لابد إن تكون الدولة حط أعينها على هذا الشباب من أجل تحسين الخلق في الفترة القادمة. شايفة إيه هي أهم الملامح وهي أهم التحديات اللي ممكن تواجههم الفترة اللي جاية؟ والله الدبلومة كانت على مدار يعني سنة دراسية كاملة، كانت عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني فيها كان الجزء النظري، ده كان عن طريق دراسة ظاهرة الإدمان من المنظور التلقائي علشان نبتدي من الأول خالص، يعني من أول إيه المؤشرات أو العلامات اللي ممكن تظهر في الأسرة نقدر نقول إن هيكون فيها مشكلة أو إن هيظهر فيها مريض إدمان، فيبقى من البداية ده الدور الوقائي لينا. تمام. كان فيها طبعا جزء خاص بالمنظور الاجتماعي للظاهرة وإزاي هي بتأثر على المجتمع، طبعا كان فيها جزء من المنظور الفسيولوجي ازاي المواد المخدره بتاثر على المخ وكيفيه التعامل معاها وهكذا. والجزء الثاني كان هو الجزء العملي، وده الجزء اللي احنا بقى يعني بنتفرد بيه. كانت عباره عن 200 ساعه تدريبيه الطالب كان بياخدهم في مستشفيات، كانت بالتعاون مع مستشفى القصر العيني. ساعات تدريبيه للطلبه ان هم يبتدوا يتعاملوا مع المرضى بتدخلات علاجيه، بأحدث تدخلات علاجية ممكن تكون موجودة أو برامج علاجية، عشان إن شاء الله يبتدوا بقى إن هم ينزلوا يشتغلوا ككوادر مؤهلة للتعامل مع الظاهرة دي، سواء من ناحية الوقاية أو إن شاء الله يبقى من ناحية العلاج. بشكرك وشكرا جزيلا للدكتورة سهى سامي.